قاعدة عامل عمالة إقليم الخميسات يتفضل مشكور. والمرتبة الثانية والميدالية الفضية ممثل فريق الجيش الملكي فتحي عبد الناصر، ودائما مع سعادة السيد عامل عمالة إقليم الخميسات. كما كتشاهدوا حنايا جد سعداء باحتضان البطولة الوطنية للعدو الريفي لموسم 2023-2024 المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. فكما كتلاحظوا هذه الأجواء الرائعة، مشاركة مكثفة ديال العدائين اللي كينتميو للأندية والجمعيات الرياضية، كذلك فعاليات رياضية. فاليوم هو واحد العرس رياضي مهم بمدينة تفلت كتنظمو الجامعة. كيف ما كتلاحظوا اجود العناصر اللي كتبارى اليوم باش يتم اختيارها باش تقدر تمثل المغرب في اكبر التظاهرات الرياضيه المقبله، واللي من بينها على الابواب بطوله العالم للعدو الريفي اللي غادي تقام في اواخر شهر مارس المقبل. الثانيه وعمر اي تشن المرتبه الثالثه، هنيئا للابطال الفائزين وتحيه الشكر وتقدير لسعاده عامل من العاب القوى سكينه اسنان. ويسلم الجائزه السيد الكاتب العام للجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى مصحوبا بالسيد رئيسه المجلس الاقليمي للخميسات. والجوائز النقديه سيداتها الساده تشجيعا للبطلات، نلتقي صورة تذكارية تخليدا للحدث. كانت هذه السيدات والسادة مراسيم توزيع الجوائز بالنسبة لفئة الكبيرات، وقد أشرف على عملية توزيع الجوائز كل من السيدة والسادة السيدة رئيسة مجلس إقليمي للخميسات والسيد رئيس المجلس البلدي لمدينة تفلت، السيد القائد الإقليمي للقوة المساعدة بالخميسات. المرتبة الثانية عادت لنادي برسميم لألعاب القوى، ويسلم الجائزة السيد رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات. المرتبة الأولى الفريق بطل المغرب برسم موسم 2023-2024 جمعية الجيش الملكي، ويسلم الجائزة السيد القائد الجهوي للدعك الملكي. ونلتقي صورة تذكارية تخليدا للحدث. كانت هذه هي السيدات والسادة مراسيم توزيع الجوائز بالنسبة للترتيب حسب الفرق كبيرة، وقد أشرف على عملية توزيع الجوائز كل من السادة السيد القائد الجهوي للدرك الملكي السيد رئيس المنطقة الإقليمي للأمن بالخميسات والسيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة. مراسيم توزيع الجوائز بالنسبة للفئات الصغيرات، ونلتقط صورة تذكارية تخليدا للحدث، وقد أشرف على عملية توزيع الجوائز كل من السادة السيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية بالخميسات والسيد الناطق الرسمي للجامعة الملكية المغربية للألعاب القوى السيد محمد نوري والسيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي. عادت لفريق برسميم ويسلم الجائزة البطل الأولمبي ونائب رئيس عصبة السيد رئيس المجلس العلمي. مرحبا. المرتبة الثانية عادت لفريق تمدا أزيلال ويسلم الجائزة البطل الأولمبي نائب رئيس عصبة رباط صلاة زنبور سعيد مول إبراهيم بوطي. الفريق صاحب المرتبة الأولى بطل المغرب برسم 2023-2024 فئة الكبار فريق الجيش الملكي، يتفضل السيد رئيس بقسم الشؤون الداخلية بإقليم الخميسات لتسليم الجائزة.
ونلتقي بصورة تذكارية تخليدا للحدث رفقة الأبطال. كانت هذه مراسيم توزيع الجوائز بالنسبة للترتيب حسب الفرق كبار، وقد أشرف على عملية توزيع الجوائز كل من السادة: السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم الخميسات، والسيد رئيس المجلس العلمي، والبطل الأولمبي. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.